السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم برنامج الشباب الإبداع والإنترنت جينيراسيون نيوز. اليوم في العناوين كاين واحد الموضوع ديال النقاش هو شكون هما المؤثرين المغاربه. نهضروا على لي زانفلونسور ويب بين الكم والكيف، ولكن الضيوف الرئيسيين اللي جاوا حاضرين من بعيد معنا هما المجموعه الغنائيه العربيه الموهوبه والقويه ذا فايف، غيكونوا حاضرين معنا بالاضافه الى جديد الويب. اذا كونوا معنا ومرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم من جديد. إذا غادي نتعرفوا على الضيوف اللي حاضرين ومنورين البلاطو ديال جينيراسيون نيوز ميديا ان تي في. من دابا شويه في الاخر ديال ليميسيون كاين موضوع غادي يخلطوا علينا جوج شباب متحاورين ناشطين في المجالات ديالهم، ريم قادري وكريم الهاني عفوا، ولكن قبل هذا الشيء كامل جاوا من بعيد وهما متألقين من منذ سنوات، هما المجموعه الغنائيه العربيه المتألقه والقويه ذا فايف. مرحبا بكم. مرحبا بك عايش. صافا لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله. غنحاولوا نتعرفوا على كل واحد شكون هو وشنو كيدير. غنبداو بي ام دي، اعطينا الاصل البلد ديالك وكذلك دورك في المجموعه. بون انا من الجزائر وانا هو الرابور تاع الجروب. بون غني بصح مينلي بديت كرابر معاهم وواحد من ذا فايف. مرحبا. انا عادل، عادل من المغرب ياك؟ مرحبا. عادل اشبي من المغرب واعضو من فريق ذا فايف، واكيد كنغني معاهم و ام سو براود تو بي وذ ذم. كتساهم في التلحين ياك؟ كلنا كنساهموا في التلحين، ولكن اكيد انا كيعجبني بزاف ندير لا ميلودي ونكتبو يعني كجميع اعضاء الفرقه. He's just trying to be humble. متواضع بزاف. معنا احمد حسن، منين انت؟ انا مصري وبرضو الطربي في الجروب. بس الحمد لله مزيان. كاظم تفضل. كاظم مثل ما بتعرف مع ذا فايف، بغني معهم، بلشت معهم من سنتين، ثلاث سنين كمان راح يصير لنا. لا لا ما عجبنيش هالشيء، كل شيء كان بالدارجة. اوكي. كاظم بديت معهم صار لي شيء ثلاث سنوات، حبيت هذه الفرقة مزيانة. صافي متفقين مع هذه النسخة مزيانة أحسن من الأولى ياك. صح صح. برافو كاظم تبارك الله عليك. معنا سعيد، أنت يا الجيتار واقيلا ياك؟ أنا الجيتار حاجة أخرى بطبيعة الحال. لا أكيد. بون أنا سعيد من الجزائر. مرحبا. وي أنا واللي يعني قريب كامل يلعبوا جيتار في الجروب، مي انا اللي بديت من الاول ما كيف نقولها في البروغرام ديكو. صافي تعادل واحد واحد هنا يعني. انتم تبارك الله عليكم كتعيشوا الموسيقى، كتعيشوا الالحان، كتعيشوا الابداع وكل ما هو جديد في عالم الفن. شفت لكم واحد البيرفورمانس ديالكم اللي كانت في Arab Nation Music Awards، كل واحد دخل وعطى واحد المقطع من التراث او الموسيقى ديال بلادو. واش صعيب عليكم تمزجوا الاذواق ديالكم باش تعطيو شي حاجه اللي مشتركه؟ نو بالعكس، من هذه الحاجه السهله اللي عندنا كما نقولوا، باسكو ولات بوان فور عندنا انه يكون هذاك كما قلت انت كاين اختلاف وهذا هذاك هو الحاجه المليحه اللي تخرج حاجه مع مرور الوقت. شغل ولات عندنا خبره في الميكس هذا ولا يعني كل واحد الطابع يجيب الطابع تاع بلده، حنا جيست نلقاو لا غام اللي يكونوا كامل مرتاحين فيها وسي بون نديروا اي اغنيه كيف كيف مع بعض. يعني هذه النقطه ما بقاتش نقطه اختلاف او اختلاف ولا غينا شي حاجه لا ريشيس ديالكم خصوصا خويا سماك مؤخرا. يعني ان شاء الله الحاجه اللي جايه ولات عندنا خبره حتى في الاختيارات الموسيقيه وحتى كيفاش نمزجوا. في الاول كانت عندنا صعوبه اكيد باش نلقاو الستيل ديالنا اللي يكون يجمعنا. مثلا لا بزاف كانت بالنسبة لي أنا الانطلاقة ديال ذا فايف في هذا الميكس بوم تبارك الله على بزاف. وإن شاء الله إن شاء الله جايين حاجات أخرين ماشي كيشبهوا لا بزاف ولكن تقريبا نفس المود. يعني فيها شوية ديال المغربية، فيها شوية ديال الجزائرية، فيها اللكنة المصرية وفيها اللبنانية كذلك. يعني وليتوا بحال قلتوا أنتم جنسية جديدة تقريبا. كان 100% بدو لا كان هذه الصحه بدها شيء جديد. كانت هذه هي الفكره تاع الاغنيه اصلا من نهار درناها. هو خلي دير في بالك بلي مؤخرا
يعني الاغاني اللي قاعدين نخرجوا فيهم حنايا يعني من انتاج ذا فايف، يعني تلحيننا وكلماتنا وتعبنا عليهم بيان، سي بور سا اعطينا فيهم كل شيء، سي بور سا نجحونا الحمد لله. مين ان شاء الله اللي جايين راح يكونوا اقوى ان شاء الله. انا غالبا تيقول لك ما خاصكش تقول يعني تعلي سقف التوقعات، ولكن استفدنا بزاف من فيرست الالبوم اللي درنا الاول، ميني البوم اللي درنا في السويد، ولات عندنا خبره في الاختيارات الموسيقيه وعرفنا شكون كيجي معنا اكثر. على ذكر السويد كنتو فيها هذه واحد العام مؤخرا في الفقره ديال اخبار الويب، عندنا واحد الصوره هي واحد التحفه، غادي نوريوها لكم، والى ممكن تقلعوا تعرفوا شنو هذه الصوره اللي غادي تبان لنا دابا شويه، الى ممكن تعرفوا ليش صالحه شنو فيها ديالاش هذه في نظركم عندها علاقه مع البرد والسويد؟ دارت في السويد سونا. لا سونا برافو. لا برافو كازم كازم احمد حسن قلت سونا خدتنا كتسالي يوم بالقطعك الجواب، لكن نخليها الكازم الجواب الحقيقي. انا من الصور كمان إذن هذا الاختراع داروه السويديين مشهورين بالبرد ومشهورين كذلك بالثقافة ديال الصونا. جوج فنانين ديزاينرز سويديين أسماء ديالهم هما بيغرت أند بيرغستروم. الاسم ديال هاد التحفة، الاسم ديالها سولار إيغ صونا، حاليا معروضة كإنستالاسيون فنية في مدينة باريس العاصمة الفرنسية. وهاد الصونا هي على شكل بيضة كما شفتو، وكتستوعب حتى 8 ديال الناس، ولا سيونس ديال الصونا ب 10 يورو فقط. حلو دير منيح خيس. كتشوف سوين ما مشيتوش؟ لا لا مشيناش ليه رانا جديد. كانت في وقت عوض ما كانت كتشوف خدامين بزاف. اصلا احنا سافرنا اسبوع بالضبط، وفي الاسبوع ده كنا عايزين نخلص تقريبا 6-7 اغاني. two weeks. عشان كازم كمان جالنا متأخر بالضبط. كازم جالنا متأخر فكان في ضغط شغل جدا، ويعني تقريبا كنا بنخلص أغنية في يومين. يعني الأغنية في يومين. لا بالضبط. لا بزاف لا لا الكتابة الكلمات بعدا في الليل. لا كل حاجة كل حاجة لا بزاف اللي كتبوا في الليل تاني نهار نسجلوا ميلوديز. شحال من مليون مشاهدة؟ بزاف. لا بزاف تسجلت تقريبا لا ميلوديز اللي درت في شي ساعة ونص فاش تحت اللايطة وشات كيفاش كديروا لاش؟ عباقرة مش عباقرة ولكن لا كاين الموهبة كامل كامل. هو ذا فايف كامل حاجة الشغل اللي لاحظت عليهم وعليا اللي كامل عندنا لوري ميزيكال هذيك، وكامل يعني نحبوا الميوزيك وجاي كلش من باش نذكروا التاريخ ديالكم ولا كيفاش بديتوا كمجموعه، حيت كل واحد عنده شويه ديال المسار قبل الى اخره وستيج والحان الى اخره في برنامج اكس فاكتور. هذه تقريبا عامين ونص كلكم شاركتوا، ولكن انت بي ام دي شاركتي مع سعيد، وكل واحد من غيركم شارك بوحده، ومن بعد كاين اللي تاهل كاين اللي تقصى، ومن بعد جمعتوا كمجموعه وصلتوا حتى للفينال ربحنا. هذه القصه اوكي ربحتوا ما تنظنش عادي واخا تستحقوا صراحه. واش بالنسبه لكم كومبليمون ولا كتقلقكم التسميه ديال وان ديريكشن العرب؟ وينو ما وان ديريكشن ما بتزعل كثير لي دو. بص في الاول يمكن ساعه البرنامج كانت حاجه حلوه وحاجه وحشه. انه حاجه حلوه ان هم بيقارنونا باحسن بند في العالم، محقق نسبه حفلات الناس اللي بتيجي في حفلات كبيره. وحاجه وحشه ان لا احنا مختلفين تماما. احنا معانا رابر، وحتى المزيكا اللي احنا بنعملها مختلفه تماما. هم بيعتمدوا على يقول لك يقلدوا فيهم ولا هو الفكره كفكره
اوكي معليش باسكو الفكره كانت في كل الاكس فاكتور في العالم مش غير العالم العربي هي فكره انه يشكلوا جروب هي فكره شكون فكره جوناثان بالضبط فكره جوناثان اللي يشتغل مع سايكو يشتغل مع تعرف سايمون كول هو المكتشف والمخترع اكس فاكتور هو يعني هذا جوناثان يخدم معاه هو اللي يعطيه لي زيدي كانت الفكره تاعو انه يجمع ذا فايف وعاود جا عندنا لبنان هو اقترح علينا بعد الفكره هو شخصيا شجعنا باش نفس الفكره نديروها هنا وندارت في فرنسا ندارت في بارتو كل سنه بتحصل في كل سنه يعاودوا يلموا جروب صح ماشي كل ينجحوا في يعني في اوكي كل سنه بيعملوا جروب سواء شباب او بنات وقال لنا بان لا ريجيون ديالكم محتاجه مثل هذه الفكره هذه ابار على هذا الشيء كامل كنا حنا كان بيناتنا الكيمستري فرحنا او كل واحد فينا كيقول لي سعيد بانه كان دور كنلقى كنتا كنلقى كاظم كنلقى احمد ومع بي ام دي اكيد وانا ما مشيت حتى انايا كنقول بانه فكره زوينه ومصلحتنا نكونوا مع بعضياتنا في الاول ومن بعد فاش تكملنا مع بعضياتنا ولا دير الكيمستري يعني ولينا كنشوفوا بانه حلم واحد يو فاش كتشارك مع الانسان الحلم ديالك كتولي انت وياه في القرايه كتقرا مع شي واحد في الاخر ما كتقدروش تفارقوا غير صافي لا ميم شوز سعيد ما كاينش شي تعامل مع اليسا يا سعيد تعامل من بعيد لبعيد مذاكر كويس مذاكر من ورايا درتو كاملين واحد الحركه ديال انا درام روز سعيد ما كتحشم اسكو كرهوني بها درك الهضره هذه لا التعامل الفني ما فيهش ما زعما ولا شي نو نضحك باك ماشي قدرش نكون عامل فني وحدي ولا كشحال لا زعما مع في جروب اكيد هادشي اللي نديرو الكره لاخويا انا ندير بعض كلهم بغاو يشاركوا صافي عاد اللي واقف ورايا وانا صرف موبايل مدبي سعيد اليسا ياك في انتظار تعامل فني انسان رائع مع اليسا ظريفه بزاف هذيك تشوفوا الجديد ديالكم يلا خرج هاد الايام كليب رائع رائع جدا هنيني مقتطف كليب رائع 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 جدا برافو تعاملتوا مع بزاف الجنسيات بزاف ديال لي بروفيسيونيل ديال الاوديو فيزوال وكنظن من الحانكم فهمتوا في الالحان اون توكا منها مع ترينيتي ترينيتي يوان و الخ نقول لك البرودكسيون حنا دخلنا في هذه الاغنيه هذيك الكلام تقريبا حنا كتبناه ولكن في لا برودكسيون اكيد ترينيتي واحد ثلاثه ديال الدراري سويديين صغار وكيخدموا مع الوينرز ديال الاكس فاكتور استراليا وديال الاكس فاكتور ديال يو كي وخدموا معنا كان الشرف نخدموا معهم وسعيد كان من الناس اللي كانوا مثلا تيجلس معهم في لا برودكسيون كيعطي افكار اكيد برافو عليكم عمل ناجح جدا وغادي يزيد يدير الدرجه ماشي غير في العالم العربي ان شاء الله عندي لكم واحد الكويز واحد الانترفيو شكون فيكم اي سؤال غادي يبدا بشكون فيكم كلشي عادل غادي نشوفوا واش عادل كلشي ولا لا شكون فيكم فايت ليه شارك في برنامج مواهب غنائيه استوديو دوزا اوكي لا ماشي مشكل عندنا لك واحد الصوره كاع جمال على الجمال هذا هو وزعما ديك السكريشن ديال باي ذا واي عاودت رجعت لهاد البلاصه وخديت فيها الصوره اسمع المره عيطوا احلى من هاي السكرين شوت نسمع بعدياتنا تفضل كاظم اول مره نشوفها في حياتي تفضل شنو بغيتي تقول ما في احلى من هاي سكرين شوت يعني ما كاين لا كاين احلى بيان سور الكاليتي طايحه ماشي الكاليتي صح الكاليتي طايحه على ولكن من سنه صورها على التليفون هذه الصوره جيت للمغرب بعد الاكس فاكتور بشويه جيت للمغرب لا ماشي ديال جمال لا داك جمال بثلاث فيلم كان والله قاعد بواسطه ديال الدفاير بس غومن صاحبه عطى لي الصور تاعو هادو هو مرة زيامي ترجعوا عطونا الصور ديال بي ام دي وديال الاخرين زوين فوق فراد والله ياك لازم تعمل التاريخ تاريخ هيدا تاريخ
غادي نكملو غادي نكملو شكون مخبي لكم شي حاجه زعما مخبي لهم شكون فيكم حيدي لا فوتو بعدا شكون غادي غادي تحيد لا فوتو شكون فيكم ما كيعرفش يلبس الجلابه عادل كاظم 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 مبينه يعني مبينه قالوا لي في الاول بس كل شيء مقلوب وهذا والله الا مقلوب كل شيء اذا بالك الفوق داك الشيء اللي لتحت كيتلبس الفوق ياك كاظم اي بس مين هذا بس عاد ما عرفت البس الجلابه ما عرفت البس البلغه تجدتي هذه قلبتي اه دابا مشيتي للساهل زعما ما عرفت صراحه اسيدي جيتي غزال واخا حبيبي ميرسي ثانك يو شكون فيكم اقصر واحد دابزو بيناتكم اخا هذا اللي مشرفني يا خويا شوف هو احنا الاثنين احنا ماشي قصار هما اللي طوال هذه الحاجه الاولى انا عايز لك انا هذه الحاجه ناصر والله ضمن دور مهم هذه الحاجه الاولى هما هذوك الثلاثه لما بننزل مصر عادي متر 86 عادي نورمالمون يدخلوكم تلعبوا في الانبيا 86 متر شحال 88 متر 90 ماشي في متر 15 لا لا والله في مصر والله لما رحنا مصر قلت واحد القضيه هذه كنا واحد الكليب واحد المره كنصوروه تيجي المخرج قلنا راه دابا ما كيبانش تدير قد مرانا ما كيبانش هو صراحه والله عاودنا اتحمق ترى عاودنا فاش بالغرام كان زايله واقف ورا اخر شيء حملناه شكون فيكم كيقلد الاخر كاظم تقصد يقلد الناس تقليد في الهضره ولا شي كاظم كتقلدهم اوبفيسلي لا بقلد بقلدهم الون هنا هنا نو لا بتقلد كثير ما بقلدهم اكثر شيء اني بقلدهم شكون شي واحد ممكن تقلدوا لينا دابا حركه واحده هيا عرفت اش غيدير انا مين بدكم هني بيرق ومين بدكم احمد حركه واحده نعرف حركه واحده صاي ما لا بدك تعرف حدا اقوى بيقلد احمد مني صراحه احمد بالذات لا 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 الله مروه بقلبك احسن خلاص يا كاظم بص يا كاظم وحياه ربي يا كاظم والمصحف يا حاول ديالك هو بيعمل لك اياها شكون فيكم عنده الاكثر ديال الفولورز سعيد ابوني تبارك الله عليكم كاملين الموضوع ديال النقاش اللي من دابا شويه هو الفولورز وهاد لا توندونس كاينه واحد لا مود ديال لي انفلونسور ويب في المغرب وربما حتى في العالم العربي شكون هما هاد لي انفلونسور غادي يخلط علينا كريم الهاني وريم قادري من دابا شويه غادي تبقاو معنا البعض منكم غيبقاو معنا وغادي ترجعوا كاملين في الاخر باش تعزفوا لينا او تغنيوا لينا مقطع من اختياركم خليكم معنا زابينغ ومن بعد حوار مفتوح ما عرفتش كيفاش نقولها لكم ولكن شكرا ب100,000 ابوني ملي طرحت على بعد منهم عجبهم بحق قال لك او ماي جاد نجيو للمغرب موراك غير كيسمعوا بها فهمتي فلهذا ملي قلت لهم الفكره هذا قال هذا منا كنا 25 واحد ولا 20 واحد صدقنا في شي 80 واحد Mais on oublie qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont déjà une communauté intéressante et qu'on peut exploiter si on les contacte et on leur demande de l'aide. Inch'Allah, je vais faire une vidéo sur le week-end. Inch'Allah, je vous aime vidéo. لينا دابا حاليا خدام خير الحمد لله بهذا الشيء اللي كندير هذا الشيء اللي ديت في الانترنت كيجاونا عروض من عند شركات كبار اللي كيتيقوا فينا اللي تيعطيوك المنتوجات ديالهم منك دير لهم اشهار ولا دير لهم كونسيف كيفاش يخدموا الفيديوهات ديالهم مرحبا بكم من جديد مازال معنا اعضاء من فرقه بفايف وخلطوا علينا كل من ريم وكريم اللي نتعرفوا عليهم باش نناقشوا هذا الموضوع اللي داز في الزابينغ ريم مرحبا بك نتعرفوا عليك اكثر الا ممكن داكور ريم قديري جو سوي اون بلوغوز بوتي اي ميك اب ارتست تبارك الله عليك كريم من يكون كريم كريم الهاني بلوغر اكتيفيست سور فيسبوك ريزو سوسيو ان جينيرال تويتر انستغرام تو سا انا نبداو معك ريم التعريف ديالك ديال المؤثر ويب شكون هو الانفلونسور ويب حسب المعايير ديالك انت دونك بور مو ان انفلونسور ويب هو اللي كيقدر ديجا يدخل قلوب الناس يتبعوه و يستافدوا منه من واحد النصائح par exemple la façon de s'habiller de se maquiller beaucoup de choses يكون ضروري يكون قاري داك المجال ولا ماشي ضروري لا يكون باسيوني باغ المجال ماشي ضروري يكون قراه باش يكون فريمون يعني في التعريف ديالك ما هضرتيش كاع على شحال نسب المشاهده او شحال العدد ديال الفولورز شوف لا كونتيتي ما كتعني والو خص تكون لا كاليتي في هذوك المتابعين ديالك لي نومبر دو فولور مهمين بالنسبه لك كريم با دو تو
حيت il suffit d'avoir une personne مثلا اللي عندها certaines qualités certains atouts sans que pour autant tu quand elle a واحد le plus qu'elle va ajouter elle peut avoir des milliers de likes juste comme ça. شنو بالك انت عادل في لو نومبر ديال الفولورز تبارك الله انت يا با بالنسبه لي النومبر كما قالوا بقات في لا كاليتي ماشي في لا كونتيتي وكاين ناس اللي كيجيبوا فولورز بالطرق اللي ممكن انا بالنسبه لي ما نقدرش واخا يقول لي يعطوك مليون فولور انك ديرها ويجوك الفولورز ما نقدرش نديرهم تيفا فكما بالنسبه لي اهم شيء هو الناس اللي متبعينك انتم مثلا بي ام دي واش ديجا تقترحوا عليكم دي مارك انكم تبوستيو شي حاجات ديالهم دي زارتيكل ديالهم بزاف بزاف اللي حبوا يديروا كولابوريشنز معنا بصح حنايا كما نقولوا ما نقدروش بزاف بيسك حنا ديجا يعني مسنيين مع شركه لازم هي تتدخل في كل شيء بصح كما حبيت نطرق لك باك الموضوع تاع النومبر تاع الفولورز النومبر تاع الفولورز هو ريزولتا واش راك دير الا شتيهم طلعوا بيان معناتها راه الكونتوني تاعك مليح اذا لا راه العكس يعني اذا كنت انت بيان في المجال تاعك راح يكون عندك نومبر تاع فولورز سينو ما عنده حتى معنى اذا الناس ما حبوكش من الاول مش راح يحبوك من بعد ما يديروا لك فولو مثلا بالنسبه لك ريم واش ويب انفلونسور مؤثر ويب واش هو خصو يقدم ولا ممكن يقدم راسو كويب انفلونسور يقولها نورمالمون نو انا بالنسبه ليا واحد اللي غادي يبغي ياثر على الناس ما خصش يقول انا جو سو ان انفلونسور حيت هو كيأثر بطريقه غير مباشره سي تادير كو با اكزومبل انا لبست اون توني واحد عجبو ما نقولش انا اثرت عليه باش يعجبو بالعكس انا غير تاثر بيا بلا فاصون دو زعما دو سابيي ديالي و لا فاصون دو ماكي دو مي ماكي ولا مثلا انتيا شحال عندك ديال ليكسبيريونس في الميك اب ارتست وها Alors, Anna, depuis que j'étais petite, j'étais passionnée par le make-up. Déjà, la famille, quand je suis avec mes cousines et tout, quand je leur dis, voilà, j'ai un truc de maquillage, j'ai un truc de charme et tout. C'est une passion d'une petite fille qui est avec moi. Ensuite, voilà, petit à petit, après que je trouve des vidéos, après que je suis en train de faire ce que je fais. اي فوالا الناس عجبهم اي دوكو مشيت فا ما عرفتش عندك فكره على المكياج ديال الرجال كلشي بيان ماكي لا بودغ داكشي وعدك ياك فاليدي ربي يخليك باش تحتاجوش ديروا مكياج ياك الله يحفظك وينجيك كريم بينما نتايا بعض المرات كتعبر على الراي ديالك وكتقول كاينين ديزانفلونسور اللي ما خصهمش يكونوا انفلونسور وكاينين بحال قلتي اي واحد ممكن اليوم يولي انفلونسور حيت كاينين دي بيرسون اللي بالنسبه لي هنايا اينو اوكان زعما داك لا فالور اجوتي ما كايناش زعما كومونتا تو تو كاليفي توا ميم انك تسمي راسك ان انفلونسور لا اون فيان او بوين شكون اللي عطاك هذيك الصفه ديال انفلونسور كنتي انفلونسور بصح راه الناس اللي تابعينك يفون هما اللي كيعتبروها وغيديروها بداك الشيء انت اللي كدير تو باغ اكزومبل كدير دي فواياج تو ديكوفر راه كتخلي الانفلونسور كتخلي الناس هما يبغيو انهم يسافروا باغ اكزومبل ماشي انت تقول لهم انا جو سو انفلونسور غادي نعلمكم كيفاش غتسافروا سي با بوسيبل دونك خصنا لا كنرجعوا لا ديفينيسيون ديال سي كي الانفلونسور كومون تو تكاليفي دتر ان انفلونسور واش لي لايك واش المتابعات واش بارتي زاكسيون في لو تيران يعني لا هذيك لا ديفينيسيون الا تخلينا نعرفوا لو دومين كامل واخا عادل ما متفقش معاك لا متفق مع بالعكس فا كاينين كما قلنا كما قالك في السفاره ولا في الموضه ولا في الميك اب ولا في الموسيقى تقريبا انا ممكن داكشي علاش كنت مرتبك في السؤال فاش طرحت عليا في الاول ما كانش عندي فكره دابا فهمت اشنو المقصود يعني لي دومين الاخرين اللي كيكون فيهم انفلونسر انه يكون تعطى هاد الصفه هذه كما قال خاصو يكون فريمون عنده لو كونتوني كيستاهل هاد الصفه هاد الاسم هذا فماشي اي واحد يكون كيخربق عنده بزاف ديال الناس متبعينه ممكن متبعينه الناس وما كيستافدوا منه والو متبعينه غير هكاك يعني. ولكن علاش لا حيت كنشوفوا بزاف في انستغرام وحتى فيسبوك شي واحد كيفيق كيقول لهم صباح الخير كيمشي للبحر كيقول لهم كوكو زعما وعنده متتبعين زعما وحتى هو مؤثر اون فيت هذاك ولفوه الناس الا ما شافوهش صافي بحال ما دار حتى شي حاجه في النهار تيلمون دخل معاهم في حياتهم حتى ولا بحال خوهم بحال يعني واش هنايا ممكن نقولوا ان موهبه ما كايناش بزاف
زعما ما خصش موهبه باش ما خصش موهبه باش الواحد يكون كيأثر على ولكن اون روفيان بوان د لانفلونس سي كو سي اون بارل د لا بيرسون مثلا كي بوست في الصباح فيديو ديال انا مشيت للبحر انا درت اون سبوز لا كيسيون سي كوا تا فالور اجوتي شنو زدتيني ملي انت مشيتي للبحر وي ولكن الناس دي فوا كيحتاجوا انهم يعرفوا الخبر فوالا فوالا دي الفضول مي سي فوالا دونك لا كيك تعرفوا فين صافي دونك اون بارل با دانفلونس اون بارل دو سويفر بور سويفر على حسب الا كان كيمشي للبحر وكيتصور كيقول لهم انا في البحر وصافي ولا كيمشي للبحر كيقول لهم كاين واحد الريستورون مزيان حدا هذا البحر هذا البحر بيتيتغ ما كتعرفوش هو لادريس ديالو ولا برودوي ولا جوست يقول لهم صباح الخير ويعجبهم الحال عادي علاش لا كاين كاين باغ اكزومبل تلقى انسان ما عنده حتى موهبه بصح تلقاه انسان بوزيتيف في حياته يحط دي بوست باهين كلك دخلتي للخاطر يدخل يدخل للخاطر يدخل القلب غير واحد المعلومه انا عندي اون امي من الهند بريتش هنديه وبريطانيه هي ميك اب ارتست مع براند كبيره وفريمون هذا الانسان هذه عالميه يعني كتدير الميك اب للناس من بوليود وناس مشهورين في انستغرام ما عندهاش بزاف الفولورز رغم انها انا ما كنفهمش في الماكياج ولكن سيدارة عالميه يعني ما عندهاش ما متعدياش تقريبا 10000 فالوور باغ كونت كاين الناس اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالدومين ممكن تكون بنت زوينه كدير ماكياج كيجي معاها الماكياج وكيسحب بناتي تبعوها يمكن تيقول لك راه هي راه مزيانه يعني باي ذا واي ماشي صعيب باش تجيب بزاف فولورز نحكي لك كتحب تحب تشري وماشي رخيص يعني باثمان رخيصه تقدر ماشي غالي اي قلت انا رخيص ماشي غالي يعني باثمان رخيصه تقدر تشري مليونز تاع فولورز بصح روح تشوف الكونتوني وتشوف امبريشنز تاع الناس تلقاهم الله يوفقك ريم راه شفنا لو انستغرام ديالك باش نتبعوك ونتمنوا لك فولورز وتكون لا كاليتي تابع على كونتيتي شكرا لك كريم كتشارك انت حتى من خلال فيديوهات ولايفات على فيسبوك غادي نعاودوا نشوفوا لان ما سخيناش به كليب رائع جدا الكليب ديال فايف قبل ما يخلطوا علينا باش نختموا هاد ليميسيون مانيتو هنيني كليب رائع تبارك الله عليكم خمسة وخميس على The Five شكرا لك بزاف ريم قادري شكرا كريم الهاني ما كرهناش نختمو في هذه الأجواء الاحتفالية بالغناء ديالكم قبل ما يغني لنا هذاك الكابيتان ديكيب هذاك راه واقف في الشوكة لا بزاف أكابيلا هو ما كانش نستريمو نديرو أكابيلا دونك غادي نختم ليميسيون ومن بعد غادي نعاودو نختمو بالغناء ديالكم شكرا بزاف على حسن التتبع كان معنا ذا فايف كريم الهاني وكذلك كريم قادري عطيونا الارتسامات ديالكم والتفاعل ديالكم عبر هاشتاغ جينيراسيون نيوز نتلاقاو الاسبوع المقبل وشكرا للطاقم التقني والفني وان شاء الله نتمناو ذا فايف مهرجانات عربيه وعالميه بالتوفيق لانهم يستحقوا معكم ذا فايف جينيراسيون نيوز لايف حصريا لا بزاف اكابيلا هاي في بالي مبدل يومي كيفاش راه يمشي نفس اليوم يتعود وانا باقي وحدي حتى شي ما يخلي نهاري يكون باهي غير انك كل يوم تفوتي قدامي صرت نشوفها في كل مكان في طريق الروحة والجية مجنون انا بديت مبان لا بزاف لا بزاف لا بزاف Thank you.